طراز السيد الوزير أن هذا الحدث كرس ريادة جلالة الملك في هذا المجال، ليس فقط على المستوى القاري بل أيضا على المستوى العالمي، بما شهده من نجاح تنظيمي كبير أشاد به الجميع، وأيضا نجاح دبلوماسي خاصة وهو يأتي في سياق يتسم أولا بالمفارقة بين تعاظم إشكالية الهجرة 260 مليون شخص، 10% من الناتج الداخلي العالمي، 6000 حالة وفاة، قضية حاضرة في مختلف الاجتماعات الثنائية أو متعددة الأطراف، لكن في المقابل هنالك غياب لنص مرجعي وغياب لحكمة دولية نوعية، ذلك أن المنظمة العالمية للهجرة تتطلع بالأساس بأدوار تقنية في المساعدة القانونية أو تنظيم العودة الطوعية، والاتفاقية المعتمدة لـ 1990 هي بالأساس تنظم حماية العمال المهاجرين، والأكثر من ذلك لم تصادق عليها إلا 45 دولة، غالبية الدول التي صادقت هي من دول الجنوب وليس دول الشمال، بل بالعكس هذه الاتفاقية كرست هذه الهوة. وذكر في هذا الصدد أنه رغم إحداث المنتدى العالمي للهجرة 2006 إلا أن هذه المفارقة بين وجود مشكلة متعاظمة متنامية وفي يقابلها غياب إطار مرجعي ومؤسساتي، نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة تطورت هذه الظاهرة لتصبح ظاهرة جنوب جنوب وليس فقط ظاهرة شمال جنوب. حصل تحول في طبيعة المهاجرين، 45% نساء، حصل تطور في عمل الشبكات التي تشتغل في مجال التجارة في البشر وفي الهجرة، بحيث أن رقم معاملات هذا المجال ارتفع ليصل إلى 15 مليار دولار سنويا. ليبرز أن أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا في سنة 2015 بفعل تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، كل ذلك أنتج ضغطا أوروبيا على مستوى الأمم المتحدة من أجل بلورة توجه لسياسة عالمية مندمجة متكاملة وشمولية تجاه هذه القضية. احتلت بلادنا منذ ذلك الحين موقعا مميزا بحكم أنها كانت سباقة في 2013 إلى اعتماد سياسة مندمجة للهجرة تقوم على تسوية أوضاع المهاجرين، تسير اندماجهم، وفي نفس الوقت مواجهة شبكات الهجرة السرية. ليشير أنه بدءا من شتنبر 2016 تصارعت وتيرة العمل من أجل التفاوض حول اعتماد ميثاق عالمي للهجرة في 2018، وهو الأمر الذي انطلقت الاجتماعات التحضيرية له، بحيث كانت 7 جولات تفاوضية، 192 دولة شاركت في ذلك، يعني غالبية الساحقة. وفي يوليوز الماضي تم الوصول إلى إطار مرجعي تجسد في الميثاق. بعد ذلك تقدم المغرب بطلب الاحتضان، وكان القرار الذي اتخذ على مستوى الأمم المتحدة هو دعم هذا الاحتضان، لما يعكسه أولا من اعتراف بالمغرب وبجهوده في قضايا الهجرة. المغرب أولا من مواطنيه 5 ملايين مغربي مهاجر على مستوى العالم، ثانيا المغرب بلد عبور، ثم ثالثا المغرب بلد استقبال، وخاصة أن التموقع الجغرافي للمغرب يجعله ضمن المحاور ذات العلاقة بمحور الهجرة إلى أوروبا. الإشكالية الهجرة كما أثيرت 2015 ارتبطت بهذا الموضوع. من هنا خاض المغرب رهان كسب تنظيم هذا المؤتمر الحكومي الدولي، بحيث أنه أقل من 4 أشهر، في 110 أيام تم تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه برعاية ملكية سامية، وجهت
رسالة ملكية إلى المؤتمر وتجاوز عدد المشاركين أو ناهز عدد المشاركين 5000 مشارك، منهم 1300 مشارك حكومي فضلا عن 500 مشارك من المنظمات الغير الحكومية، 159 دولة، 20 رئيس دولة وحكومة بالإضافة 92 وزير. يعني تمت المناقشة والتوفر على إطار مرجعي. الاجتماع المقبل للأمم المتحدة سيكون محطة الإعلان عن الاسم إن شاء الله، ميثاق مراكش بإذن الله، وبمضامينه سيمثل وثيقة مرجعية سياسية لعمل مشترك توجه السياسات الوطنية ويمثل مرجعا للاستلهام أو اعتماد سياسات على المستوى الدولي بالنظر للمرجعيات التي حددها مبادئ ثم الأهداف. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الميثاق بمضمونه بمقتضياته وأهدافه يضع المهاجر في صلب هذه السياسات، حماية المهاجر، تنمية حقوقه، خدمته، فضلا عن أن الميثاق أقر آليات لمتابعة التنفيذ وأيضا التمويل. وأن التحدي بالنسبة إلينا في المغرب هو النجاح في تطبيق هذا الاتفاق، وأن نحول النجاح في تطبيق هذا الميثاق، وأن نحول الميثاق إلى إطار يحكم السياسة الخارجية لبلدنا من أجل مساعدة إفريقيا في هذا المجال حتى تكون إفريقيا فاعلا وليس مستهلكا. أكد أعضاء مجلس الحكومة تعبئة الحكومة من أجل إنجاح هذا المسار خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله برؤيته المتبصرة إزاء قضية الهجرة، والتي طرحت أولا على مستوى الاتحاد الإفريقي قبل مدة، وطرحت على مستوى الأمم المتحدة، واليوم الإجراءات التي تطرح على مستوى العالمي نتقدم كبلد لنعرضها كنموذج خاصة على مستوى تسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم وحماية حقوقهم.